بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى الأحبابي يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال، إن شاء الله ربي يعاونكم ويسخر لكم جنود الأرض والسماء، يكون لكم عون ومعين في كل الأمور بحق محمد وآل محمد. الناس اللي باغين هذه الوصفة، راه الناس اللي عندهم مشاكل في البيت، الناس اللي دائما عندهم صداع والمشاكل بدون سبب، تيكون السحر المرشوش تينوض صداع، أو السحر اللي تيديروه على طريق البخور، في طلاسم، في كلام، أو الحسد الشديد. الحسد الشديد هو اللي تيعطي إشارات واختناق في الصدر، حتى الولاد تيكونوا عندهم الصدر ديالهم مزير عليهم. الأم دائما زعفانة وتبغي تخرج من الدار، أو أنها ما تقدر تدير حتى حاجة في الدار، دائما عندها تعب شديد، عندها ألم في الرأس، عندها ألم في القدمين، دائما عندها نفور ما بينها وبين ولادها، إما هي ما تحملش ولادها ولا هما ما يحملوش أمهم. إذا المشاكل ديال السحر أو الحسد هما اللي تينوضوا الصداع. كاين الناس اللي معمول لهم عندهم صداع، عندهم مشاكل، عندهم قلة المال، عندهم طاقة سلبية. الطاقة السلبية باش تنحيدوها بالملحة. اليوم غادي نعطيكم واحد الصيغة باش أنكم تحيدوا طاقة الحسد وطاقة السحر المرشوش. إذا بغينا نكونوا إيجابيين، غادي نديروا واحد الوصفة من البيت. عندنا الملحة، غادي نقضيو بها الغرض بدون عطار بدون أي حاجة. كاين الناس اللي في أوروبا ما عندهمش المواد الكافية باش يديروها، تيقدروا يصيفطوا عليهم ولكن ما توصلهمش بكري، ولكن هي عندها الصداع والمشاكل وبغات دير هاد الوصفة. غادي ناخد واحد الصاشية كبيرة فيها كيلو الملحة، ما عمري كليت منها، غادي نديرها ولكن ما ناكلش من هذيك الملحة. هاد الملحة خاصة لهاد التبخير، وغادي إن شاء الله بحول الله غادي ديريها على النية ديال طرد الصداع والمشاكل وكل شيء. تنشكر الناس اللي نجحوا معهم الوصفات وحطوا لي تعليقات، تنشكر الناس اللي تدعموا هاد القناة إن شاء الله بحول. إذا الناس اللي باغين هاد الوصفات، تنقول الناس اللي تيتمناو الحظ السعيد لهاد القناة، تنقول لهم شكرا جزيلا. حتى الناس اللي تيكتبوا تعليقات وتحطوا وصفات، تنقول لهم شكرا جزيلا على الدعم ديالكم. اذا احبابي، معنا اليوم الوصفه ديال الناس اللي تيكون عندهم الصداع والمشاكل في هاد تيكون عندهم الصداع والمشاكل في البيت، اما تيكون السحر المخطى او السحر اللي تيكون سحر العيون، سحر الحسد، السحر طاقه سلبيه اللي تيجي من انسان باغي حاسد تيعطيك طاقه سلبيه. اذا تنتمنى لكم تتبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنسوناش بالصلاه على الحبيب، وما تنسوناش بلي لايك دائما، لان الناس يشوفوا الفيديوهات ولكن تنساو لي لايك. لي لايك ما تنتخلصوش عليهم، ولكن كدعم الفيديو باش يشوفوا اكبر عدد. الله يخليكم، دعمونا وتنتمنى لكم حظ سعيد. اذا الناس اللي عندهم طاقه سلبيه والناس اللي عندهم أسحار، غادي نفكوا الأسحار وغادي نجلبوا المال والرزق الوفير ونطردوا الحسد، وحتى الناس اللي عندهم قلة المحبة في البيت غادي إن شاء الله بحول الله وقوته تولي عندهم بها طاقة الملحة. ما تستهونوش بالملحة، الملحة عندها دبدبات قوية جدا، طاقة إيجابية. يكذب عليكم الكاذب إلى الملحة تتنوض صداع. الملحة إلا لقات عمار شياطين دخلوا على طريق الرشان أو بخور تتنوض صداع، لأنها ما باغاهاش هذوك العمار، ما بغاوش ديك الملحة باش هما يخرجوش، يبقى عندكم الصداع ويبقى عندكم المشاكل. إذا انتبهوا لهذه القضية، لأن الملحة طاردة للتوابع. علاش البحر فيه الماء والملح من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هو يفسخ السحر. تجيبيه للدار، الماء ديال البحر تتحطي فيه العرعار، تبيتي فيه العرعار، والصباح تبداي تجفي به، تبداي ديري به النتواياج ديالك ديال الدار، تيولي عندك سبحان الله فسخ رائع، فسخ رائع. هاد الوصفه ديال الماء والبحر راه كاينه في القناه، واللي بغى انه ياخذها من دابا ياخذها. ماء البحر مع كاس ديال العرعار، تحيدوا كاس من القرعه ديال الماء وتخويو هذيك الكاس وتخليوه ليله كامله وتطلعوها للسطح تاخذ طاقه السماء، وصافي وتبداو انكم تمسحوا بها البيت وتمسحوا بها حتى تدوشوا بها، راه رائع. ما قريتوا على ما والو غير انكم درتوا فيها العرعار. اذا هذاك العرعار اللي غادي تصفيه، حاولي انك تخليه في مكان في الظل وخليه ينشف باش انه يعطيكم من بعد تبخروا به
تبخيره ملحه بالعرعار والملحات البحر، غادي تكون عندكم طاقه زوينه ان شاء الله الا بخرتوا به. اذا الماء البحر والعرعار وغادي تنشفوا بالظل، غادي يكون عندكم بخور رائع لابطال السحر، اي سحر تيبطلوا العرعار مع ماء البحر. اذا غادي ناخذوا الناس اللي عندهم صداع والمشاكل، غادي تاخذوا واحد الكميه ديال الملحه، الملحه كيلو الملحه، او تقدروا تاخذوا نصف كيلو وتقراو عليه هذه القراءه ان شاء الله بحول الله وقوته. غادي تقراو سوره الشرح، سوره الشرح 7 مرات، سوره الشرح 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، تقراو ان شاء الله سوره الفلق 7 مرات، سوره الناس 7 مرات، وغادي تقراو هذه الايه غادي تقراوها 7 مرات. اذا الايه غادي نحطها لكم مكتوبه: كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. اي حاجه وقعات في ذاك البيت ودخلات على طريق تدمير هذاك البيت، سبحان الله غادي تبطل باذن الله. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. اي حاجه بغاو يأذيوكم بالحسد، او يأذيوكم بالسحر، او يأذيوكم بطاقه سلبيه، او يأذيوكم بالعين الحاره، غادي تبطل باذن الله. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. بعد ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وغادي تقراو هذه القراءه ديال الصور 7 مرات 7 مرات مع هذه الايه اللي غادي نحط لكم ان شاء الله. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، اللهم اطفي نار الحاسد والحاقد والحاسد والظالم، اللهم اطفي نار وشر الحاقد والحاسد والظالم، اللهم ابطل عنا الحسد والتوابع، اللهم اطفي نار وشر الحاقد والحاسد والظالم، اللهم اطفي عنا حسده وبغضه وحسده وظلمه. اذا كاع اللي تيحسد خو المسلم هو راه ظالم، واللي تيبغي الانسان زوال النعم تيكون ظالم. اذا نقرا هذه القراءه، انني نحرك بحال هكا. اول حاجه مع كل عصر غادي ناخذ واحد الحفينه بحال هكا، غادي ناخذوا حفنه بحال هكا وغادي نحطها فوق البوطه، غادي تبقى ترتق، مهلي عليها النار وخليها ترتق، تتحيد هذوك الترتقات ديالها وتجمعي هذيك الملحه، ديريها في واحد الكيس وغادي تجمعي هذيك الملحه حتى ديال الاسبوع، وغادي تلوحيها في مكان عاشر، ديريها اسبوع وتحبسي اسبوع، وديريها اسبوع وتحبسي اسبوع، غادي تحسي انك الطاقه الايجابيه دخلات البيت، خرجات الطاقه السلبيه، فك السحر وجلب الرزق، سبحان الله غادي يكون رزق، وغادي يطردي غادي تطردي الحسد والعين واي حاجه داخله لهذاك البيت، اي حاجه داخل هذاك البيت غادي تطردها باذن الله الواحد القهار. اذا غادي ديروا هذه الوصفه. الايه الاخرى اللي حطيت هي سبحان الله، اي صداع اي مشاكل ربي تيطفيه، اي حاجه الا جلستي في السجود عندك امر ديال انسان متعدي عليك او عارفه سميتو وقت السجود، قولي هذه الايه، قولي يا ربي طفي نار وحسد وبغض والشخص بالاسم ديالو، وغادي ان شاء الله يكون عندكم بحول الله وقوته، يكون عندكم اي حاجه غادي تطفى باذن الله، واي حاجه غترجع على الحاسد والظالم وعلى انسان اللي تيأذي خوه بالسحر او الحسد. الحسد هو اللي تينوض الصداع في البيوت، والسحر المرشوش هو اللي تينوض صداع المشاكل، والسحر التفريق اللي تيديروه بالصور على اساس انهم يفارقوا جوج اشخاص او ثلاث اشخاص او 4 اشخاص. كاين الام اللي تيديروا لها السحر التفريق مع ولادها ما تيبقاوش يشوفوا فيها، او المراه تيديروا لها السحر التفريق يكون قديم او جديد، مره تينوض عندهم الصداع، او هي في بيت هو في بيت وتيكون السحر التفريق. اذا هذه صالحه انك ديريها دائما وتحافظي على الايات والصور، وتبقاي دائما ولو اسبوع في الشهر ديريها، غادي تهدن البيت وخرجوا كاع الحوايج الخايبين من هذاك البيت. اذا حبايبي تنتمنى لكم حظ سعيد، تنتمنى انكم تحطوا لنا لايك وتدعموا هذه القناه الشفيه المغربيه،
وتنتمنى ربي يعاونكم ويعطيكم سؤلكم في كل الأمور بحق محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.